البامية المشوية رحلة إسفيرية ما بين دمشق وأمبدة. مشعوذ إفريقي يثير الجدل بصورة مع البرهان. خسارة جرايتي، محل تجاري يعيد أزمة البطالة إلى الواجهة. الانتحار القاتل الأكبر، أرقام مخيفة والسودان يتصدر. ذبذبات الطاقة، مراوحة بين الشر والخير. أهلا بكم مشاهدينا. تداولت صفحات على عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا يقول نصه السودان ما بعد الانقلاب والمجاعة الطاحنة القادمة بقوة. مواطنون يتناولون البامية المشوية في أمبدات بدلا عن اللحوم بسبب الغلاء في أسعارها. شكله يقول مشاهدينا نص البوست، شكله داخلين على أيام سودة. رجاء اتباع سياسة شد الحزام للآخر واستخدام الساتر، عمكم جبريل. وأبرها بيقول ليكم هاكم الضوء في آخر النفق ده. مشاهدينا، باستخدام خاصية البحث العكسي وجد فريق إعداد باكلايت أن الصورة المرفقة مع المنشور وصور مطابقة ذات صلة منشورة على عدد من المنصات السورية مثل طرطوس، الساحل ومطاعم وأسواق دمشق، حيث تعد البامية المشوية أحد الأطباق المفضلة هناك وتوصف بأنها ثالث أطيب المشويات بعد اللحوم والفراريج بحسب منصة طرطوس السورية. وكانت صفحة الزريع والخضير السوداني نشرت منشورا يلفت إلى أهمية اللجوء لشواء البامية لتنويع المائدة السودانية وبخاصة خلال موسم الإنتاج. ومنذ أسبوع أو منذ نحو أسبوع مشاهدين تداول مستخدمو وسائط التواصل الاجتماعي منشورا يفيد بارتفاع أسعار البامية وبخاصة المجففة في الجمهورية التركية. وبالفعل أوردت وسائل إعلام عالمية أن سعر كيلو البامية المجففة في ولاية كوجالي التركية يناهز سعر جرام الذهب، حيث يتراوح سعر كيلو جرام البامية المجففة بين 800 إلى 1000 ليرة. منصات عديدة على منصة فيسبوك تناقلت صورا تجمع رئيس مجلس السياد عبد الفتاح البرهان بشخص نيجيري، مما زاد الأمر حيرة أن الشخص المعني ووفقا لصفحته الشخصية ينشط في أعمال الدجل والشعوذة، ويدعي الشخص المعني القدرة على تنزيل الأموال ومضاعفتها بالاستعانة بالملوك والخدام والجن المسلم، بالإضافة إلى قدرته على استخراج الكنوز والدفائن وعلاج السحر. مشاهدينا، بأعمال محركات البحث وجدنا أن الصفحة تعود للمدعو الشيخ عثمان محمد عثمان الذي استخدم صورا في ملفه الشخصي لمرشد الطريقة التيجانية في نيجيريا ورئيس الاتحاد الإسلامي الإفريقي والشيخ محمد الماحي إنياس. يتبين أن الصورة مثار الجدل تعود للقاء جمع الشيخ إنياس بعبد الفتاح البرهان خلال زيارته الأولى للخرطوم في 19 من مايو الماضي. إلى خبر آخر مشاهدينا، حيث أنهى ثلاثة شبان من العطالة وأقدموا على افتتاح محل تجاري لبيع المشروبات الساخنة والزلابية بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل. المحل الذي حمل اسم خسارة جرايتي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وما بين التحسر على ضياع سنوات الدراسة ولفت الأنظار إلى قضية البطالة في السودان، تباينت ردود الأفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أحمد محمد عباس أحد الخريجين الذين أسسوا محل يحمل اسم خسارة جرايتي ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة عطبرة. أهلا بك يا أحمد. طيب، كيف حالك يا أحمد؟ كيف الأخبار؟ إن شاء الله طيبين الحمد لله. أحمد الله يديك العافية. أحمد، يعني ما هو الغرض من استخدام اسم أثار الجدل بالتأكيد بعد انتشار اسم المحل على السوشيال ميديا، ما هو القرض من استخدام هذا الاسم تحديدا يعني؟ طيب يا أستاذة، نحن خريجين الثلاثة، يعني الثلاثة أصحاب المحل خريجين، واحد من كلية الهندسة والثاني وادي النيل والثاني من كلية الهندسة جامعة السودان والثالث إدارة أعمال جامعة وادي النيل.
الغرض من الـ من الـ من التسميه من المحل هو زي ما اعترف جدل في مواقع التواصل الاجتماعي، الغرض طبعا نحن دارين نوصل رساله للشباب انه الزول بعد ما يتخرج ما يقعد عاطل يعني. يشتغل اي حاجه بغض النظر عن حاجه شنو؟ يعني يبدا باي حاجه ان شاء الله طبليه يفرش ليمون كده. والرساله الثانيه رساله للجهات الحكوميه يعني تهتم بالشباب، يعني الواحد بيطلع بيتخرج من الجامعه اهله بيتعبوا فيه ونحن اهلنا تعبوا فينا يعني. وطبعا من لحمونا عشان وضحوا هم يتعلموا عشان نحن نتعلم يعني. فبعد ما نتخرج مع الزول ما بيلقى وظيفه، يعني احنا متخرجين لنا 8 سنة بنقدم في الوظائف وللاسف ما بشيلونا يعني. انت بتظهر في المعاينات في الوظيفه بيجيبوا زول ثاني يعني. زي ما كل الناس عارفه في كل البلدان يعني المحسوبيه والواسطه بقت يعني واقع. نعم. فليتم يعني تعبر عن يعني درس على طامطه كده تعبر عن حاله خريجين نعم. في البلد يعني. لكن يا احمد يعني معلوم طبعا وضع البطاله في السودان، ومعلوم ان الالاف المؤلفه من الخريجين لا يجدون وظائف. لكن الا ترى ان تسميه المحل يدعو للعزوف عن الالتحاق بالمدارس او بالجامعات؟ لا يعني لا قد لا يدخل لا لا. هذا الاسم في في نفس من يريد ان يتعلم الاحباط. لا 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 لا، الاسم نحن رسالته واضحه يعني ما يعني انت بتلقى الاسم عريض وعنده مضمون ثاني يعني عنده مضمون يا هو الرساله اللي انا وجهتها دي. بعدين احنا في المحل عاملين مكتبه صغيره كده بالجنبه انه عاملين كتب يعني الزول لما يجي يشرب شاي وكوبايته عندنا وياكل معاه زلابيه بالجنبه بيشيل كتابه بيقراه. لأنه نوصل رساله نحن ذاته ما ضد التعليم يعني احنا ضحوا وهم تعلموا عشان نحن نتعلم يعني. صحيح. احنا الرساله دي بس للجهات الحكوميه انها تهتم بالشباب، يعني الليل لو مشينا صاله المغادره بنلقى الاف الشباب طالعين من البلد. نعم. يعني افضل الشباب ديل استثمروا قدراتهم ومقدراتهم في خدمه البلد يعني. اكثر مما يطلعوا. يعني الجهات الحكوميه المفروض تهتف للحاجه دي يعني. نعم نعم، وصلت رسالتك يا احمد، شكرا لك احمد محمد عباس من مدينه عطبره، شكرا جزيلا. وفي خبر آخر مشاهدينا، ومطلع الأسبوع الجاري قال أمين عام جهاز تشغيل الخريجين عادل علي بابكر أن نحو 4 ملايين خريج لا يجدون فرصة عمل ويضطرون للعمل في وظائف هامشية لا صلة بها بتخصصاتهم الدراسية. العدد تضاعف إلى 8 ملايين عاطل عن عمل بنسبة تقدر بأكثر من 32% طبقا لتقرير رسمي من وزارة المالية في العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن أعداد العاملين حاليا في الدولة والقطاع الخاص يبلغ نحو 17 مليونا من جملة 25 مليون قادرين على العمل، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما. وفي العام الماضي مشاهدين، أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن 75% من العاطلين العرب يتركزون في 5 دول عربية، وهي السودان وسوريا ومصر. مشاهدينا، وما بين الفينة والأخرى يفجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور يعلن عن حالة انتحار وسط حالة من الحزن والذهول. تجاوز الأمر حاجز السرية إلى التوثيق للحظات مغادرة الحياة، وأظهرت إحصاءات منظمة الصحة العالمية حول نسبة حالات الانتحار احتلال السودان لمرتبة متقدمة في قائمة الدول العربية بمعدل 17.2% حالة انتحار بين كل 100,000 شخص. الاكتئاب النفسي هو من أخطر الأمراض حقيقة، وأكثر من 25 إلى 45% من مرضاه بيحاولوا أنهم يعني ينتحروا. عشان كده يعتبر هو طارئ نفسي طبي خطير جدا، يصيب الرجال أكثر من النساء، يصيب الشباب أكثر من الشيوخ. حوالي 90% من الحالات
بتكون هي خارج الإطار الطبي أو القانوني للخوف من الجرجرة القانونية والاجتماعية وكذا. من أسباب الاكتئاب القلق التوتر، أيضا إدمان المخدرات واستعمال المواد الخاصة بالتسمين، حبوب السمنة والتجميل وما شابه. برضو اضطرابات الشخصية والضغوط الأسرية، مرض الفصام النفسي أو الشيزوفرينيا، إضافة إلى الأمراض الأخرى اللي هي علاقة بالدماغ زي اضطرابات الحركة الشديدة والأمراض المزمنة والمستحصية. وده كله بيؤدي إلى شعور بانحباط في الروح المعنوية وعدم القدرة على الحياة، ويؤدي إلى ضغط نفسي كبير جدا بيجعل الزول يفكر إنه هو يضع حد لحياة. ما بين الاقتصادي والنفسي تتباين أسباب الانتحار، غير أن ثابت أن آلافا من السودانيين يفضلون الموت انتحارا على مدى سنوات طبقا للإحصائيات المحلية والدولية. وللمزيد وعبر المزيد مشاهدين وتفاصيل أكثر ينضموا إلينا عبر إسكايب من إنجلترا مدير مركز الخرطوم للطب النفسي الدكتور ياسين القدال. دكتور ياسين القدال، أهلا بك يا دكتور ياسين. أهلا وسهلا ومرحب بمشاهدي ومستمعي السودانية 24. أهلا بك دكتور. يعني تتزايد نسب الانتحار بصورة مخيفة جدا، ما الأسباب التي تؤدي الفرد إلى الانتحار؟ شكرا، ده سؤال مهم جدا، وخاصة أنا أشيد باهتمامكم بالموضوع ده، بخصوص أنه يوم غد هو اليوم العالمي للتوعية بالانتحار. الشعار بتاعه هو بث الأمل عن طريق العمل، أو بالإنجليزي يقولوا creating hope through action. طبعا الأسباب الانتحار كثيرة جدا، ومعروف أن الانتحار هو أكثر عند الرجال من النساء، وفي أعمار معينة بيكون الانتحار أكبر، مثلا في عمر الشباب من 24 إلى 20، وفي عمر الرجال من 50 إلى 55. في الأعمار يكون الانتحار أكبر. الأسباب كثيرة كما سألتي، وليست كلها أن الإنسان المنتحر ده عنده حالة نفسية، في أسباب اجتماعية، في أسباب نتيجة للتقاليد والعادات، في أسباب طبعا نفسية، في أسباب اقتصادية، في أسباب مالية. نحن دائما بنحب بدل نتكلم عن أسباب الانتحار نتكلم عن علامات الخطر، عشان لأنه الانتحار هو أنه الإنسان بيقتل نفسه، والمؤسفة والمحزنة في أنه ممكن تفاديه، يعني ممكن نحن نمنع الانتحار. ما هي العلامات التي تشير إلى أن هذا الشخص قادم على انتحار؟ علامات كثيرة، ولكن أهمها مثلا في ناس يتعرضون للصدمات في حياتهم، ممكن الصدمات دي تكون في طفولة، أو يكون تعرض لتعذيب جسدي أو إيذاء جسدي أو إيذاء عاطفي. مثلا هنالك برضو إذا شخص فشل في علاقة عاطفية أو فقد شخص عزيز عليه. هنالك طبعا الناس اللي استعملوا الكحول والمخدرات، دي من أكبر علامات الخطر للانتحار. الانعزالية، الإنسان بينعزل من المجتمع، عازل نفسه في البيت، ما بقابل الناس، ما بقى، ده برضو من علامات الخطر للانتحار. يا دكتور، هل هناك علامات تظهر في نعم من أهم هل في السلوك الانتحار. يا دكتور عفوا المقاطعة، بس هذه نقطة لأهميتها، يعني هل هنالك تظهر علامات في سلوك الفرد، في تعامله مع الآخرين، في تعامله مع نفسه، في تعامله مع أشياء التي حوله؟ يعني هل هناك طريقة معينة في سلوك الفرد بتخلينا إنه إحنا نعرف إنه هذا شخص قادم على الانتحار؟ هنالك علامات اللي هو من ضمن ذكرنا منها دي، أنه الشخص مثلا بيتكلم عن الموت كثير، يشاهد الأفلام والبرامج كلها موت وقتل وضرب، ممكن يكتب وصية أو يغني يودع الناس اللي حوله أو يوزع قروشه، أو تكون في تصرفات يعني ملاحظة أنها مش تصرفات طبيعية.
من العلامات الانسان اللي بيكون مثلا يعاني من الام مزمنه، الام جسديه او اعاقه جسديه مزمنه مثل سرطان او الروماتيزم او الظروف، او يكون مر بظروف ماليه صعبه جدا ما قادر. طبعا في برضه الانسان يعني عشان كده قلنا الرجال اكثر، لانه الرجال ما بيسالوا المساعده. يعني الانسان يقول الراجل والله انا اعاني من اكتئاب وساعدوني كده، في حين انه النساء ممكن يطلبوا المساعده. عشان كده نسبه الانتحار في النساء اقل من الرجال، بالرغم من انه محاولات الانتحار عند النساء اكبر من الرجال، لكن الرجال لانهم بيستعملوا طرق مميته، يعني يضرب نفسه طلقه او يشنق نفسه او يرمي نفسه من البحر فوق. ظهرت في بعض الميديا في ناس الواحد يعمل فيديو يودع فيه الناس، فدي كلها علامات بتوري انه الانسان ممكن ينتحر. النساء بينجوا من الانتحار لانه بيستعملوا طرق غير مميته، زي الواحد تبلع حبوب بنادول او تحاول تشرب صبغه او تحاول تجرح نفسها، ممكن دي تتلحق. لكن الرجال الزول لو ضرب روحه طلقه او نط في غرق في البحر ما بيتلحق. عندنا بعض الاعتقادات الخاصه اللي هي اجابه لسؤالك دي، انه الناس بيفتكروا انه الزول اللي بيتكلم عن لو كلمته او حاولت وريته عن الانتحار او وعيته على الانتحار حيمشي ينتحر. ده كلام خطا طبعا. انه الـ 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 انه في ناس بيتكلموا عن الانتحار ديل ما حي يعني بيتكلم ساي يقول لك دول ما جاد دي ما حينتحر، لكن فعلا ممكن ينتحر. الزول دائما بيتكلم عن الانتحار وانا دار اموت وما دار اعيش والحياه دي ما ممكن وكده. في اعتقاد خاطئ جدا واللي هو برضه في الوصمة الاجتماعية، انه الشخص المنتحر ده قد ارتكب جريمة قانونية او جرم نفس جرم ديني او كده. فنحن هنا طبعا بنتكلم عن من ناحية طبية، انه الانسان اللي بينتحر ده هو انسان يحتاج للمساعدة وليس يجرم او يعاقب او يوصف بصفات سلبية. دكتور ياسين، يعني بمجرد ما ظهرت هذه الاعراض، ظهرت للأصدقاء، للأسرة، للزوجة، للأبناء، بصرف النظر عن الأشخاص اللي عرفوا هؤلاء الأعراض، ما هو أو ما هي الخطوة اللي يفترض يقوموا بها هؤلاء الأشخاص تجاه هذا الشخص؟ يعني هل يودوه لطبيب نفسي؟ هل يتعاملوا معه بالجانب الروحاني كما مشاع الآن؟ الخطوات اللي يفترض يقوموا بها الناس اللي حوالين الطفل أو حوالين الشخص اللي قادم على الانتحار شنو؟ أهم حاجة في لو لاحظنا علامات انتحارية عند الشخص ده، أنه نحن نستمع له، يعني بالضبط نستمع له استماع تغمص، يعني نحاول نتخيل نفسنا في مرحلته. يعني ما نقول له يا أخي استهدي بالله وانت زول مؤمن وانت زول مسلم والصديق شيل من راسه وكذا، الكلام ده كذا ما ينفع، لأنه لازم نسمع بالضبط الشخص اذا عنده الافكار الانتحاريه دي ليه؟ هل هي لظروف نفسيه؟ هل هي لظروف اجتماعيه؟ هل هي لظروف ماديه؟ هل هي لانه فقد شخص عزيز عليه؟ فنحاول لو عرفنا السبب بيكون طريقه المساعده سهله جدا. في كلا الحالات التكلم مع صديق او غريب او التكلم مع اهم شيء مختص معالج نفسي او طبيب نفسي او مرشد نفسي، ده مهم جدا. بالاضافه لبعض الناس اللي يحب يمشي يعني يتكلم مع شيخ او امام مسجد او كده يثق فيه، برضه دي يعني مهمه جدا. يعني مثلا هنا في بريطانيا المسيحيين عندهم بيمشوا عندهم حاجه اسمها الاعتراف في الكنيسه، بيمشي يعترف للقسيس يقول له والله انا عندي افكار انتحاريه وكده وكده، فالقسيس يا نصحه يا حول لطبيب نفساني او كده. فكذلك عندنا يعني زول مش للشيخ او لامام ما يكفره ولا يعني يعنفه يقول له يا اخي انت مسلم
ما تقول الكلام ده وما تقول الكلام ده حرام وكده. القصه دي طبعا ما بتساعد، لازم يستمع لهم ويحاول يساعده بالرجوع الى لانه الانسان هو المنتحر بيكون عنده فكره سلبيه عن اول شيء عن نفسه، عنده فكره سلبيه عن العالم اللي حوله، وعنده فكره سلبيه عن المستقبل. يعني بيقول والله انا ما عندي قيمه والمستقبل مظلم، الدنيا دي ظالمه، والنظره وعشان السوداويه كده للحياه بصفه عامه. شكرا لك جزيلا دكتور ياسين الجدال، مدير الخرطوم للطب النفسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. مشاهدينا، صحفي أحمد الشيخ يوجه اتهامات مباشرة لمنصتي جوجل وفيسبوك بالتسبب في ارتفاع حالات الانتحار في العالم العربي. وأورد الشيخ عبر قناة الغد شواهد على اتهاماته عبر برنامج خوارزميات الموت. في نهاية عام 2019 كنت كتبت مقالا تحت عنوان جوجل وفيسبوك، هل يشجعان العرب على الانتحار والأجانب على الحياة؟ أجريت حينها بحثاً واستعنت بمساعدة زملاء في مصر وبريطانيا والولايات المتحدة والإمارات وقطر، وجاءت النتيجة متطابقة. في حالة البحث باللغة الإنجليزية عن طرق الانتحار على جوجل وفيسبوك، يقترح عليك كل موقع نتائج متعلقة بوسائل المساعدة لمكافحة الانتحار. أما في حالة البحث باللغة العربية، تأتي النتائج سريعاً محملة بطرق مختلفة تساعد الباحث على التخلص من حياته. وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية كررت التجربة وتكررت النتائج. عند البحث باللغة الإنجليزية يقدم لك الموقعان وسائل المساعدة ونصائح للتشبث بالحياة. أما البحث باللغة العربية فيقودك إلى مواد تشرح لك كيفية الانتحار. حتى جاء منتصف عام 2022 وأجريت التجربة مرة أخرى واستطلعت آراء الخبراء في الذكاء الصناعي وعلم النفس والقانون، واستعنت بتجارب ومعلومات ووثائق من مصر وبريطانيا لنستكشف ما إذا كانت المواقع الكبرى منحازة ضد العرب، وهل تحولت تقنيات الذكاء الصناعي إلى خوارزميات. أما منظمة الصحة العالمية بدورها قرعت أجراس الخطر ونشرت تقريراً في العام 2014 بعنوان منع الانتحار ضرورة عالمية، ويكشف التقرير أن الانتحار أضحى مشكلة خطيرة على الصحة العامة في جميع أنحاء العالم. ونشرت المنظمة العالمية أرقاماً وإحصائيات مهولة لحوادث الانتحار في العالم، حيث تسجل حالة انتحار كل 40 ثانية، فيما ينتحر 800 ألف شخص سنويا. خبر جديد مشاهدينا، ننتقل من حالات الانتحار والاكتئاب إلى موضوع آخر يدعو إلى حب الحياة ومعرفة الذات، حيث دونت الباحثة والمختصة في مجال الطاقة الحيوية مروة عبد الرحمن سلسلة تدوينات على فيسبوك تعنى بعلم الطاقة الحيوية، وأفردت منشورا للتعريف بذبذبات الطاقة. من الخرطوم تنضم إلينا عبر سكايبي المختصة في علم الطاقة الحيوية مروة عبد الرحمن. أهلا بك يا مروة. اهلا وسهلا، كيف حالك مروه؟ يعني علم الطاقه الحيويه ده علم في الفتره الاخيره بدا كثير من الشباب الاهتمام به بصوره لافته جدا. بدءا خلينا نتكلم عن مفهوم الطاقه الحيويه نفسه. طيب الطاقه الحيويه من حيويه جايه من حياه، يعني كلنا فينا الطاقة الحيوية اللي هي بنتحرك بها، اللي هي الطاقة دي اللي هي احنا بنتحرك بها، الطاقة دي في الشجر، في الحيوانات، في الإنسان، هي اللي بتخلي إنه الحاجة فيها حياة. فموجودة الطاقة دي حتى في الهواء اللي احنا بنتنفسه، موجودة في الخضار اللي احنا بناكله، ففي أي حاجة هي فيها طاقة بتاعت حياة، يعني بنعتبر إنها هي دي طاقة حيوية.
مروة، هل كل شخص بإمكانه استخدام أو استغلال هذه الطاقة الحيوية خلينا نقول لجذب الخير، لدفع الشر، لتحقيق الأهداف؟ أيوه. وكيف ممكن ذاته الطريقة يعني؟ طيب، هي طبعا عموما ناخذ مثال بسيط. الانسان لما يمرض كده معناه الطاقه الحيويه في جسمه نقصت، فهو عشان كده بيحصل مرض. لكن لما تكون الطاقه الحيويه مضبوطه هنلقى انه صحتنا كويسه جدا، اهدافنا بنقدر نحققها بمنتهى السهوله، بنقدر نعيش الحياه اللي احنا حابينها، يعني بتكون حياه سعيده جميله. يعني مثلا في انت بتكوني موجوده طبعا بالتاكيد في الفيسبوك وقاعده تشوفي انه المعتقد ده لاي مدى يتغلغل داخل البنات تحديدا خلينا نقول، وهم الان بيتعاملوا معه كشرط اول لتحقيق الامنيات خلينا نقول او الاهداف او غيره او غيره، هل في اسلوب معين يفترض الواحد يتبعه؟ لو الواحد هو اهم حاجه انه الواحد يعرف نفسه. لو انت عرفت نفسك كده انت اي حاجه في الدنيا هتقدر تفهم الدنيا صح. لانه احنا عباره بني ادم عباره عن كون مصغر، نعرف تركيبتنا، نعرف عن روحنا، نعرف عن 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 نفسنا اكثر. كده الحياه هتكون ابسط اسهل، ونعرف القوانين. في قوانين كونيه ربنا عملها عشان الدنيا تكون ماشية مضبوط معانا. لو إحنا اتبعنا القوانين بتاعة ربنا دي أو السنن بتاعة ربنا كده حتكون الحياة أسهل. ما زي ما أنت في 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 بلد مشيت بالقوانين مثلا بتاعة البلد أو قوانين الشركة اللي أنت شغال فيها أو مثلا قوانين المرور وتبر أي حاجة عندها قانون، فكمان ربنا خلق قوانين عشان نمشي بيها. لما نمشي بيها بالقوانين بتاعة ربنا حياتنا حتكون أسهل لما إحنا نفهمه. لو احنا ما فهمناها حياتنا حتكون شويه صعبه. في ناس هي حياتهم سهله وهم ما عارفين عن الحاجات دي، حياتهم ماشيه كويس لان هم ماشيين بالقوانين الربانيه بتاعت ربنا اللي هو خلقها. نعم. القوانين دي نيجي نشوف خلق ربنا دقيق، زي ما بنشوف انه الشمس يوميا بتطلع من مكان وبتغرب من مكان، القمر بيجي يكتمل في وقت معين، في خسوف وكسوف بيحصل، يعني نقدر نستشف منه انه في قوانين. نعم. انه في مثلا في حيوانات معينه بتعمل كده، في حاجات نعم. معينه بتعمل. السؤال هنا، السؤال هنا يا مروه اذا سمحت لي عفوا المقاطعه، السؤال هنا تفضلي. هل الطاقه او الذبذبات بتتاثر بمحيطنا حولنا من الاشخاص المكان الزمان وغيره من الاشياء اللي حولنا؟ ايوه بتتاثر. مثلا لو انا قاعد مع اشخاص سلبيين، دائما بكون قاعد مع اشخاص سلبيين، حلقى انه انا برضه بقيت سلبي تلقائيا. قاعد مثلا حتى بيقول لك لو انت عايز تبقى ناجح اقعد مع الناجحين، من جاور التعيب يسعد. يعني دي كلها حاجات في الامثال بتاعتنا موجوده، اللي هي دي بس فهم مصغر لموضوع انه القوانين والذبذبات والطاقه. لكن عشان نصل لحاجاتنا من خلال الذبذبات والطاقه بيحتاج كمان بعض الايمان لها انه احنا نسعى، يعني لانه الان اصبح كثير من البنات بيكونوا عندهم ورقه وقلم بيكتب من الصباح انا حاكون كده، انا بعد سنه حاصبح كده وما الى ذلك. الموضوع ده بيحتاج ان انت تسعى في ارض الواقع طبعا. يعني هاي لازم، ما هو لازم، ما احنا موجودين في عالم مادي، اللي هو احنا في عالم مادي، فلازم احنا انت تعمل الطاقه بتعمل النيه مثلا وبتعمل اكشن، ما حتعمل من خلال النيه بس انه تتحقق لك الحاجات. مع انه طبعا هي الموضوع ده لما الواحد يوصل لمرحله معينه، نشوف السيده مريم في صوره آل عمران كان بيجيها الاكل عندها من غير ما هي تتحرك، لكن ده طبعا ما معنى نعم. يعني هي لانها وصلت ليفل عالي نعم. لكن احنا في يعني الناس العاديين ديل محتاجين نتعب، اكيد نخطط، نكون ايجابيين ونسعى، نعمل حركه، نعمل اكشن، نعمل نعم. طبعا مروه هذا الموضوع طويل وللاسف احنا زماننا ضيق جدا. احنا بنشكرك جزيل الشكر المختصه في علم الطاقه الحيويه مروه عبد الرحمن، شكرا لك. شكرا. انتهت حلقتنا مشاهدينا لليوم، الاسبوع القادم حلقه جديده، في امان الله.